صباح مش جيل الحشان بخير الصحه ولا توفيق الحشان لاباس صاحب الاذنين دق لي تشكيل زرقي تشكيل ابو العام دخل غدا هذا شوي 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 كان ما شوي سي جمال هي بلاص كتسنى سي جمال كي داير السلام عليكم اهلا الاخضر زير زير اه يا يا بارك الله فيك سي جمال مشيتو لطنجة مشيتو اه والله هذا الشيء كما حنا دوانو ما وردي له قارب قارب دجا من ذا غرو مشيتو لطنجة ايوا التغطية ما كاينش زعما ايوا لا ولي لا واحد السيمانة مزيان خيرة صافي صافي السمعات صافي درقونا صافي السي الوردي ما قلتيش العيب كسوت كسوت هذا وردي وردي صوتنا كسيت 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 قاع ويقي ولا ارغي المحي قرناوي واي شتي شتي واه غير هنا في تسخينات واه عقش العربي تقيت قسن الاستعداد للدعوة الله بسم الله على قل في محمد يا باش بسوي يا ابو حمار باقي القيود يا باقي هذاك الماتش السيمانه الجايه هذاك الميسو هذاك الميسو يتكالبون في دابا الشوف زي ما زيو غير بحط تما يمكن يا ماتش عيانه شوي تنخذي التو عادل شو يا سعد سبع حقا سبع شنو لا لا سمت واش تقع عندي ولا شو انا بغيت الباسبور لا درته في الله يزيد عادي جدا تمام إذن بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الأعزاء صفحة سبورت نادور أو قناتكم اس ان تي في مباشرة من الملعب البلدي بالنادور ومباراة فريق الهلال الرياضي النادوري ونادي القصري برسم الجولة 26 من بطولة القسم الوطني الثاني هوات
فأثناء دخول الفريقين بعد لحظات تعطى انطلاقة المباراة. يعني قبل الانطلاق المباراة لا بأس نذكر يعني نمروا لتشكيلة فريق الفريقين. نبداو فريق هلال الناظور، الياس البرامي في حراسة المرمى، الحسيني، زكريا هلال، الماحي، ايوب الظاهر، الادريسي، مراكنا، وايوب التجاري، يوسف الهواجي. يعني في هذه المباراة يعني قبل انطلاق المباراة يعني في تسخينات يعني تصاب اللاعب رشيد القرناوي في التسخينات، وعوضوا اللاعب مراكنا اللاعب اللي كيحمل رقم 26. يعني كنتمنوا بالشفاء العاجل للاعب رشيد القرناوي. ايضا كيغيب في هذه المباراه ايضا الظهير الايمن محمد بوحموم. اذا هذه هي الغيابات اللي كتشهدها لائحه فريق الهلال الرياضي الناظوري. المدرب محمد الاجهبي بمساعده الطلحاوي والسامبا. بالنسبه لتشكيله فريق الضيف النادي القصري، دخل بالتشكيله التاليه: في حراسه المرمى حاتم جميل، في الدفاع محمد رضا، علوش ابراهيم، محمد التومي، مروان تشادي، عدنان قنفوح، عبد الله، محمد الفتيحي، سليم عزيز، حمزه مجيدي، محمد سعيد، المدرب مصطفى الشرقي. اذا هذه هي تشكيله الفريقين المباراه اللي كيقودها طاقم تحكيم من عصبه الدار البيضاء كحكم وسط حكم الساحه رحيم عمر بمساعده محمد مفتاح وحاتم معاد، من دوب المباراه مغراوي عثمان. إذا متابعينا الأعزاء، يعني تابعوا المباراة على قناتكم الجديدة اس ان تي في التابعة لمجموعة سبورت ناظور الإعلامية كأول لايف وأول تجربة. يعني كنتمناو أنه نكونوا موفقين ونجحوا في هذه الخطوة إن شاء الله، الخطوة اللي يعني نعطيو بها إضافة للرياضة الناظورية وايضا كرة القدم الناظورية. يعني الدعم ديالكم الدائم والتشجيعات ديالكم المعنوية هي اللي كتخلينا ان شاء الله كل نزيدوا للقدام ونجتهدوا اكثر لنقل صورة مشرفة للرياضة بالناظور. ومعي هنا يعني في الكواليس محمد الوردي، ايضا عادل السلامي، وايضا جمال الدين البكوري، يعني لنقل الاطوار هذه المقابله كما قلت التي تعد يعني قمه الدوره 26 بين هلال الناظور والنادي القصري. الهلال الرياضي الناظوري المتصدر لهذا القسم ب 55 نقطه، والنادي القصري طبعا فريق الذي يعاني ويبحث عن يعني عن منفذ للهروب من المنطقه المقربه. النادي القصري اللي كيحتل الرتبه 14 ب 26 نقطه. في هذه اللحظه كيعطي الحكم الانطلاقات ديال المباراه، حكم رحيم، كره لفريق النادي القصري بواسطه اللاعب محمد سعيد. محمد سعيد كيلعب امام حمزه مجدي، حمزه مجدي مع اللاعب محمد الفتيحي، هناك سقوط محمد الفتيح، الكره كترجع هلاليه. امركنا ايوب الظاهر، كيرفع كره طويله، لا كيتمال، كيلعبها في اتجاه الهواجي، لكن الكره ديالو ناقصه، رجعت هجمه لفريق نادي القصري، ولكن اللاعب رقم 6 عبد الله كيبعد الكره وكيخرجها للتماس، تماس لصالح هلال الناظور. تماس لهلال الناظور، غينفتو اللاعب يوسف هواجي، اللي يلعب اليوم كظهير ايمن بديلا للمصاب محمد بوحموم. تغيير يعني مكان الهواجي، اللي كيلعب جناح ايمن. اذا ربما تغيير تكتيكي اضطراري للمدرب محمد الاجهبي. كرة طويلة بوسطة الحارس جميل، كيدخل الهواجي كيبعد الكرة، كرة الادردور،
حمزة أدردور، حمزة أدردور، زكريا هلال، لكن الكرة كتخرج تماس لصالح النادي القصري. باين في التماس لعب مروان، مروان مع اللاعب حمزة مجيدي، حمزة مجيدي كيحافظ على الكرة ديالو، كيمشي بها للوسط محمد الفت، اللاعب محمد رضا كيرفع كرة ولكن في المكان المناسب صلاح الدين الحسيني كيلعبها مع الأدردور، أدردور كتضيع منه الكرة، كترجع كرة لمروان، مروان، مروان مازال محافظ على الكرة ديالو، مروان شغيعمل غير يرفع كرة طويلة ولكن أمركنا كيدخل وكي بكل هدوء كيلعب كرة مع أيوب الزاير، أيوب الزاير اللي هو جي، هو جيت هجمة ليلى نضر سريعة في اتجاه المتألقة محمد الماحي، محمد الماحي شغيعمل، محمد الماحي رأسية في اتجاه زكريا إلى الخطيرة اللي برخي للنضر ولكن كيدخل المدافع إبراهيم علوش كيعطي الكرة ديالو بالراس الحارس حاتم جميل بكل أمان. الكرة كترجع للفريق النادي القصري، الفريق النادي القصري اللي دخل الدقائق الأولى كيلعب كرات يعني طويلة في اتجاه المربع عمليات فريق الهلال الرياضي الناظوري. طبعا يتواجد معي هنا عادل السلامي، عادل السلامي يعني لعبنا يعني منذ انطلاق المباراة والدقائق الأولى انطلاق المباراة يعني كنشوفوا أن هناك مباراة يعني الريتم ديالها يعني بطيء شيئا ما، وكنشوفوا أن كل فريق يعني متخوف من الثاني. صحيح زميلي محمد بن عمار، يمكن القول على أن فريق النادي القصري ما عنده ما يخسر بهذه اللغة ديال الكرة، في حين أن فريق الهلال خصو يواصل الهجمات ديالو وخصو يواصل الضغوط من أجل الإتيان بالهدف الأول اللي غادي يريح الكتيبة الهلالية بطبيعة الحال. الهدف الأول ممكن تزيد الغلة من بعد ويكونوا أهداف أخرى اللي غادي تريح فريق الهلال الناظور في باقي الدقائق، خصوصا في هذه المقابلة الرمضانية كتكون تراوى البلدية ناقصة شوية، وكنتمنى إن شاء الله من عناصر الهلالية أنها تركز بزاف وتمشي مع النسق، يعني ما تمشيش مع النسق ديال الفريق القصري اللي كيحاول ينوم المباراة وكيحاول يتيح الإيقاع ديال الماتش. نعم عادل، المحاولة الهلالية، زكريا هلال، زكريا هلال، لكن الكرة ديالو كتجي أمام المدافع محمد تومي كيبعد الكرة في اتجاه أيوب التجاري كيرجعها بدوري لمحمد الماحي. يعني هناك استماتة دفاعية لفريق النادي القصري في الدقائق الأولى من الجولة الأولى، خطيرة محمد الماحي، محمد المعكيرة وغير في الكرة ولكن كتصطاد المدافع وكتخرج تماس، تماس ليلى الناظور في التنفيذ دائما أيوب التجاري، أيوب التجاري الظهير الأيسر لفريق الهلال الرياضي الناظوري، اللاعب القادم من صفوف الامل، امل نهضه بركان، ايوب تجاري كيمواه كيراوغ كيلعب مع الماحي، فريق لاعبي فريق الرياضي الناظوري يضطروا للرجوع الى الوراء الى الحسيني، امركنا حذاري من هذه الكرات، امركنا اش غيعمل؟ غيرفع كره طويله في اتجاه الدور، ولكن دائما تغطيه دفاعيه، تغطيه دفاعيه جيده من بوسيطه لاعب ابراهيم علوش، كتخرج كره ضربه مرمى لفريق الهلال الرياضي الناظوري. استجمال كنشاهدوا ان هناك قوه وخشونه دفاعيه واستماته دفاعيه لفريق النادي القصري في الدقائق الاولى من المباراه. السلام عليكم، تحيه رياضيه لكل المتتبعين الكرام. الهلال في هذه المقابله الحقيقه الدقائق اللي لعبنا باقي ما لقاش الايقاع ديالو، باقي ما لقاش، خصوصا مع التكتل الدفاعي اللي خلقوا الفريق ديال النادي القصري، النادي القصري حتى هو راه كيلعب من اجل انه باش ينعتق من الاخر. كنتمناو ان اللعابه ديال الهلال يدخلوا عاجلا في هذه المقابله هذه ويكتفوا من الهجومات مع نوع السيل دو جو ديالهم ما بين التمريرات، ما بين خصوصا في التواجد الثلاثي الخطير. المدرب الاشبيلي اليوم معتمد على الناجي 4-3-3 اللي ان شاء الله يجيب خطيره الهلال. نادور جمال كيرفع له واجب كره طويله في اتجاه اللعيب المحلي، لكن الكره كتخرج، كتخرج ضربه مرمى لصالح النادي القصري. كل ما استطاع فريق الهلال الرياضي الناظوري يسجل اسرع وقت غادي تسهل عليه المقابله، وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق في هذا اللقاء هذا ان شاء الله سي محمد. تحيه سي جمال. نعم ايضا سي جمال، يعني اصابه لاعب رشيد القناوي قبل في التسخينات وتعويضه باللاعب مراكنا. حقيقه راه واحد الاصابه يؤسف عليها، لان الدفاع ديال الهلال الان اصبح معروف ومحفوظ، وكما قلتي ديك الوقيته في مارتين في الرينكو انه يصعب الفك الشفره ديالو ديال الدفاع هذا. التواجد ديالو ديال رشيد مع صلاح الدين حسيني كيعطي واحد الطمانينه للحارس اللي سبرامي وكيلعبوا مقابله، كنتمنى ان شاء الله المراكنا انه اليوم يكون في المستوى ويعوض هذا النقص هذا. بالنسبه للاصابه ديال رشيد القرناوي ما لا تدعو للقلق، ولكن خاف المدرب انه يفقده في المقابلات اللي جايه ان شاء الله.
ان شاء الله السي جمال. نعم اول غياب لثنائي الدفاع رشيد القرناوي وصلاح الدين الحسيني، غياب رشيد القرناوي الاول من نوعه هذا الموسم، غطير يعني غياب اضطراري يعني الاصابه رشيد سخينات. كنتمنى من لاعب مراكنا يعني يعطي الاضافه ويكون خير بديل لخير يعني اللاعب يعني فقدناه جميعا في هذه المباراه. رشيد القرناوي صراحه من اللاعبين الكبار في هذا القسم الوطني الثاني، هو تقدير الفريق الى الناظور بسرعه في وسط الميدان. الكنفاوي الكنفاوي خطا، لا الحكم رحيم كيخلي الكره للاعبي فريق نادي القصريب، وتتلعب محمد التومي كيرفع كره طويله في اتجاه رقم 10 اللاعب عدنان قنفوح، ولكن كيدخل مراكنا وكيخرج الكره للتماس. اذا كانت محاوله خطيره، هجمه مرتده لفريق النادي القصري اللي كيعتمد طبعا على الكره الطويله اتجاه المهاجم حمزه مجيدي ولا لا 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 المايسترو عميد الفريق عدنان قنفوح. تماس كيتلعب بسرعه بوسيط اللاعب مروان في صراع مع الكره مع الطاهري. كره كتخرج الحكم كيصفر ضربه خطا الى الناظور للتذكير فقط للمتابعين اللي التحقوا معنا بالنقل المباشر على اس ان تي في. الهلال الرياضي الناظور يدخل بالتشكيله التاليه بحراسه المرمى: الياس الابراهيمي، مراكنا، صلاح الدين الحسيني، الهواجي، ايوب التجاري في الدفاع، في وسط الميدان ايوب الظهير، ايوب الطاهري، ايوب الكنفاوي والطاهري في الهجوم، زكريا هلال، ادر دور والماحي. هذه هي التشكيله ديال فريق هلال الناظور. شفنا ان المدرب محمد الاشهبي يعني الغير يعني هناك خطير، غنبقاو مع المحاولة خطيرة فريق هلال الناظور. الطاهري كيدخل مدرك العملية، ضربة جزاء صحيح من الحكم رحيم بعد اصطدام الكرة في يد اللاعب عبد الله. تمرير الطاهري شاب هجمة توغل داخل مدرك العملية، التمريرة ديالو كتصطدم بيد اللاعب رقم 4 ابراهيم علوش. ضربة جزاء صحيحة لهلال الناظور، دقيقة 9 من عمر الجولة الأولى، ضربة جزاء جات بطريقة يعني صنعها أو أبدع يعني في اصطيادها لاعب الطاهري اللي مشى بواحد السرعة ودخل معترك عملية، ترفع كرة في اتجاه الماحية، ولكن اللاعب ابراهيم علوش كيدخل. شو اسم فيديو دي سواق؟ شو اسم فيديو فين عاد سواق؟ غنبقاو مع ضربة جزاء اللي غادي زوما اللي غادي ينفذها الهواجي امام الحارس حاتم جميل وجها لوجه. الحكم كيطالب اللاعبين ياخذوا الاماكن ديالهم ويخرجوا من منطقه الجزاء. الهواجي كيستعد في انتظار اشاره الحكم، كتنفاذ لا ضاعت، الهواجي يضيع كره مشات خارج المرمى، لا مشات محاذيه، ضاعت ضربه جزاء في انتظار المحاولات قديمه. مازال المباراه في 9 دقائق الاولى، معليش يا الهواجي، خاص الدعم الهواجي يعني ما خصوش تاثروا عليه معنويا، تضيين ضربه جزاء نقدروا نسجلوها ونقدروا نضيعوها. هذه هي كره القدم. السعادي السلام التيست ثومه بن نعمان مشتني، واخا ضيع بيناتي 38 تو غنتمنى هذه ماركه، لان يلعب الهلال مشتوار بوداز في دي بارتيزا ممكن يتسمى صغير غزات، ولكن عادي باش تضيع بيناتي دي بارتيزا وبالو جوج حاجات عاديه. نتمنى يلعب فرانشيزي التركيز نسن هدف دي بارتيزا، ومش توار النادي القصري تحاول هذه السوس بارتيزا، هذه نوم الماتش وخص يلعب الهلال الفاقد ذي منايا وضغطن، لان شوف شحال ما ضغطن دي 38 يلعب الهلال شحال ما ضغطن سوا الطاس ممكن هذا يحل من بعد براوي تنين يغولان خون يخي جوغون وتفن غاد دوزيام ميتو سجن الفريق تنين يغولان هذا يحل ندير الماتش، لان بشحال ما ثاني يدير الماتش وماركات سوق بزوا يتقسيح المجريات اللقاء. صحيح عادل السلامي
معليش هناك فور مدام الهلال الناظوري يعني كنت قبل ضربة جزاء كنهضر يعني على المدرب الأشهبي يعني اللي رجع الثقة للاعب خطيرة 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 لفريق نادي القصر كيدخل أيوب بكل أمان أمام عدنان قرفوح كيرجع الكرة في يد إلياس البراهمي إلياس البراهمي اللي يحط الكرة كيرفعها كيلعبها الماحي الماحي في وسط الميدان كيروغ طريقة جميلة الماحي كيدخل في وسط الميدان الماحي مع زكريا الماحي كيمشي بالكرة كيروغ ويا يا يا الماحي لا نعم ففيهاش خطأ قرار صحيح من الحكم طايري 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 مع أيوب زاهر أيوب زاهر اش غيعمل غير هو أيوب زاهر كيمشي بالكرة ديالو كيرفع كرة طويلة في اتجاه زكريا إلى الماحي وي ارتماء ديال الماحي ولكن ما وصلش الكرة بالرأس ديالو كترجع كرة هي مازالت كرة إلى ليا الهواجي في الجهة اليمنى الهواجي كيراوغ الهواجي غيعمل غيزيد يراوغ كيدخل معترك عمليات كيدخل المدافع محمد توبي كيبعد الكرة للتماس تماس لهلال النادور كما قلت المدرب محمد الأشهبي اليوم رجع الثقة للاعب المحلي اليوم عطى الثقة لأيوب الكنفاوي الطاهري في وسط الميدان أيوب الكنفاوي اللي جا من وفاق زغنغان الطاهري طبعا السي جمال اللي جبناه من حسنية النادور يعني يعني الثقه رجعت الثقه في اللاعب المحلي واش هذا الشيء غيعطي الثقه ان شاء الله للاعبين الشباب في المستقبل اكيد اخي محمد اكيد انه ملي كيشوفوا انه اللعبه ديالنا وصلوا للفريق الاول وكينافسوا من اجل هو هما حتى الرتبه الاولى في الشطر ديال المجموعه ديال الشمال الشرقي فاكيد هذا كيعطي واحد الحافز للاعبين باش يمارسوا باش يطوروا الاداء ديالهم باش دائما نشوفهم حتى هما يلعبوا حدا هذه الجماهير الغفيره وغفيره جدا وبمناسبه واحد التحيه كبيره تحيه حب وتقدير لهذه الجماهير اللي جات حجات كامله اللي مساندت الفريق فباقي باقي كنتمنوا ان شاء الله اللعبه ديال الهلال يسجلوا هدف في اسرع وقت لان النهج التكتيكي اللي راه خدام به غادي يرهق اللاعبين خصوصا في هذا المستوى ديال 4 3 3 فغادي يكون عبء وكينوا حملات مضاده بالنسبه للفريق ديال نادي القصري وكما شفنا هذا الحي في الدقيقه 11 فكانت ديك المحاوله اللي يمكن تشكل خطوره فهذا التراول البدنيه الان بجانب اللاعبين ديال الهلال لان البدايه ديال المقابله بشحال ما ماركاو بشحال ما ماركاو باسرع وقت فغادي تسهل المقابله وغادي يقدروا يديروا التدبير ديالها على احسن وجه كذلك كنشيد بكاع اللعابه سواء اللعابه اللي جبناهم لمحليين او اللعابه اللي جاونا من برا باش يعاونوا الفريق هذه السنه هذه الشباب استطاع انه يدير واحد الخليط ما بين هذا وهذاك باش يعطينا هذا الفريق هذا كنتمنى ان شاء الله انه غير مع هذه الحراره اللي كاينه المفرطه والاجواء ديال رمضان كنتمنى انه اللعابه يسجلوا هدف ان شاء الله ولا عليه مازال الوقت حدانا وخا ضيع ضربه جزاء مازال ان شاء الله الوقت حدانا باش يسجلوا ان شاء الله ويفرحوا هذا الجمهور هذا كامل سيدي محمد تحيه السي جمال البكوري نعم مازال الوقت ومازال الفرص يعني فقط الاستماته والاستمراريه كنشوفوا ان فريق النادي القصري ايضا فريق محترم ويقدم يعني الدقائق الاولى جيده وحتى هو كيخرج بين الفينه والاخرى وكيخلق بغى يوصل للمرمى الياس الابراهيمي الفريق النادي القصري اللي نجف هذه المباراه يعني اللعب على الكرات الطويله في اتجاه المهاجم حمزه مجيدي تماس الهلال الناظور بوسيط كيتنفذ بوسيطة اللاعب لواجه لواجه كيلعب بسرعة مع من مع الدردور الدردور ضاعت له الكرة خرجت تماس تماس دائما الهلال الناظور بعد ما ضربت الكرة في مروان التشادي تماس غادي يلعبوا الهواجي الهواجي غير في التماس تماس في اتجاه الطاهري الطاهري برأسية الهلال في انتظار ظهور زكريا هلال الهدف إلى الناظور الماحي كيبعد المدافع في اتجاه المهاجم حمزة مجيد خطيرة لفريق النادي القصري خروج خروج الياس الابراهيمي وبكل امان بكل ثقه تجربه والخبره الياس الابراهيمي كانت هناك مضايقه من حمزه المجيدي ولكن الياس بكل امان كيرجع كره وراه الى ليال ماحي كتضيع من ماحي دائما نجمات مرتده لفريق نادي القصري في اتجاه لاعب كما قلت حمزه المجيدي اللي في وضعيه التسلل نعم كان متسلل حمزه المجيدي قرار صحيح من المساعد الثاني للحكم رحيم طاقم التحكيم اللي كيقود هذه المقابله من عصبه الدار البيضاء الكبرى ماذا هناك هل هي اصابات الهواجي هناك اصابه من لاعب اصابه لاعب النادي القصري ساقط على الارض وايضا كنشوفوا ان الهواجي كيحس بالالم لكن غادي يستكمل المباراه وفقط الم خفيفه ربما شكون اللاعب اللي سقط إذن متابعينا الأعزاء للتذكير فقط ببرنامج القسم الوطني الثاني هوات
الهلال الناظور اللي كنشوفوا امامنا كيستقبل نادي القصري جمعيه اتحاد الرياضي لبن طيب، كيستقبل نهضه مارتيل ومتقدم ايضا يعني باصابه لصفر بالملعب البلدي ببن طيب. حسنيه كارثة النادي الرياضه الرشيديه، اتحاد قلموس، شباب اولمبيك وزان، اتحاد الشاون، الوداد الصفراوي، نادي افران، نهضه زيو بالملعب البلدي بافران. دائما التعادل صفر لمثله بين الفريقين، شباب علم علم طنجة، الأمل العروي، شباب العرائش، مولودية ميسور. بالنسبة للمباريات اليوم هناك يعني مباريات، هناك مباريات مع فرق يعني اللي ما كتلعبش يعني ضمنت يعني البقاء ديالها، يعني مباراة شكلية، ولكن مباراة الهلال الرياضي الناظوري الزميل عادل كتعد يعني من المباريات القمة لهذه الجولة، إضافة إلى مباراة اتحاد بن طيب ونهضة مارتيل، نادي إفران ونهضة زي. التيز تمشت نيزا ثومة بن نعمة هذه نتس بارتيزو نهار تيران في نفس الوقت بحكم تسمى تنقذين وسنتي ويويا قيمة خمسة الجوالات، ولكن في التوين الجماهير مارت راح نتقى بارتيزو الهلال الناظور زيو ذمنتي بحكم هني تيران خو قعد يعني تنقذين وسنت جارس نتس مشت ورا الفارق وزيو غسج الاستيمة الطبق تقول قارو يعني بحب تس بارتيزو يصعب الامور شوي خ الهلال صراحة تنقذين وهو تجوز الطاس يعني قيمة مازال خمسة بارتي دو السنة نهارا ثلاثة ترقيدين واجبوا ذا التص يعني فريق الهلال قاعد يقعد فوس النس، ولكن قل الأمور تحت تقسيح سورتو أنه ذيني بارتي دو زبار الميدان ثني يجد تقسح قبن طيب غيران قبن طيب تقسح سوى التص دي بارتي دو ميسور. نتمنى نتمنى إن شاء الله صفيقة الهلال أدرك زنا التص لأن النفس الأخير يقسح ثومة بن عمار يقسح تسيغي دو كارو. اما شتوار نهار فريق نادي القصري يوز دوغاس من غيخسا زي بارتي دو يتيرا ذا صمد يتحاول زكومز وادي صمد بارتي ذا بعكس نتوما نتمنى زي فريق الهلال ديال فاضي ضغط سوا الطاس كتاس كوم مش نتوارا لان النسق بارتي ذا عادي هوايا الطاس صراحه. نتمنى يلعب فريق الهلال بقياده السي محمد الاشهبي تسقعدن النيفو الماتش شويه تسقعدن لان خصها تقعدن النيفو الماتش سورتو الشوط الاول الضغط نتص وتص باش هادي يسغولني ترجا واخا ضيع بينالتي ماشي مشكل مش نلقى نتمنى هادي يسغولني ترجا الجماهير الهلاليه باش اتعزم شويه بارتي ذا. صحيح السي عادل. نعم نرجعوا للمباراه لعبناها تقريبا الدقيقه 16 الدقيقه 19 عفوا من الجوله الاولى كما كنشاهدوا دائما تعادل صفر لمثله التذكير فقط فريق الهلال الرياضي الناظوري اضاع ضربه جزاء بواسطه لاعب الهواجي في الدقيقه العاشره من المباراه. نرجعوا للمباراه خطا خطير قريب جهه في الزاويه اليمنى لمرمى الحارس حاتم جميل حارس النادي القصري محمد الماحي. محمد الماحي هو اللي غينفذ ضربه خطا اليساري. محمد الماحي افضل اللاعبين في صفوف الهلال الرياضي الناظوري في هذه الجولات الاخيره حسم مجموعه من المباريات حسم مباراه بالعرائش وحسم ايضا مباراه نهضه مارتيل ومباراه الرشيديه. الماحي اليساري هاي يا الماحي دائما كما عودنا محمد الماحي بيساريه قويه لكن تفطن لها حاتم جميل وكيبعدها للتماس تماس دائما ليلى الناظور غينفذو الهواجي يوسف الهواجي سقوط احد لاعبي فريق النادي القصري. سي جمال الجوله 26 الهلال الناظور النادي القصري قمه الدوره ولكن المباراه يعني كتجرى هنا بالناظور في جو يعني مشمس ومشمس خصوصا ان المباراه يعني كتلعب في شهر رمضان المبارك وفي العشر الاواخر المبارك. حقيقة أن الأقسام ديال الهواة كلها كتعاني من هذا المشكل هذا في غياب الإنارة. شفنا مجموعة ديال المقابلات في أقسام الهواة كتلعب بالليل حتى الإنارة المشهد ديال الكوكب مراكشي ديال نادي المكناسي مجموعة المقابلات حنا في غياب البنية التحتية غياب الإنارة الليلية فكيصعب علينا الله يحسن العوان هاد اللعابة هادو الجو رمضاني وجو مشمس وصايمين وخاصهم يبذلوا مجهود لأن مقابلة ديال القمة النادي القصري كيخصو ينتصر باش يهرب. خطيرة 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 الناظور مقصية زكريا الهلال ما تمكنش منها ورجعت كره النادي القصري.
ما قلت نادي القصري كيقلب على النقاط باش ينعتق من المنطقه ديال الهرو يهرب من المنطقه ديال الخطر، في حين انه المتصدر الفريق ديالنا فريق الهلال مطالب كذلك بانه ينتصر لان المطارده قويه وقويه من طرف لا نادي تزيو اللي عنده مقابله سهله كنعتبروها في فران، ولا بن طيب اللي عنده فريق اللي كيواجه فريق ديال نادي مارتين. اذا المقابلات كلها اللي بقات هي مقابلات ديال سد بالنسبه للهلال، والانتصار ديالو كيتحتم عليه ينتصر في جميع هاد المقابلات باش ما يستناش ديك الساعه شنو غادي يديروا الفرق الاخرى. دائما كاين ضغط كبير من ديال العناصر الهلاليه، دائما من نفس التشكيل اللي كنشوفوه ديال 4-3-3 مع انه الصعود ديال صلاح الدين حسيني في الكرات الثابته والكرات العاليه، فكيطلع صلاح الدين حسيني باش يعاون المهاجمين. كنتمناو انه اللعابه المهاجمين يستطيعوا استغلال احداث الفرص ويريحوا هذه الجماهير هذه اللي كتبحث على هذه النقاط الفوز، هذه النقاط الثلاث ان شاء الله. صحيح حس جميل خطير عليه الى الناظور الطاهري، الطاهري اش غيعمل كتضيع منه الكره كترجع هجمه مرتده لفريق النادي القصري، النادي القصري عند عدنان قرفوح، كرة خرجت للعميد الفريق عدنان قرفوح، رجعت التماس مركنة كيلعبها مع ايوب زاير، ايوب زاير بسرعة فريق الناظور بدا يدخل في المباراة وبدا يرفع من الإيقاع، كرة سريعة بين لاعبي فريق الناظور، الحسيني الحسيني مع الماحي، لا يا الماحي كتضيع الكرة من الماحي، هجمة مرتدة خطيرة، حمزة ماجدي ما وصلتوش الكرة والحكم يعلن عن خطأ لصالح فريق النادي القصري، خطأ فريق النادي القصري اللي كيلعب هذه المباراة ند بالند لفريق الهلال الرياضي الناظوري بالرغم من الوضعية ديالو يعني في سلم الترتيب اللي كيحتل المركز 14 و 13 كتلعب الخطا ولكن بكل امان كتخرج ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح الهلال الرياضي كرة الحارس الياس البراهمي فريق النادي الحصري عفوا النادي القصري اعتذر 23 دقيقة قدم صراحة جولة شوط أول ممتاز هنا بملعب البلدي بالناظور ومن هذا المنبر هذا خطيرة لأيوب الكنفاوي بطريقة جميلة أيوب الكنفاوي سريع وكيوصل لدغيا لمنطقة العمليات خطيرة كتضيع كرة زكريا الهلال والحارس حاتم جميل بكل امان الكرة في يد حارس حاتم جميل كما قلت طبعا المتابعين الاعزاء اللي كيتفرجوا معنا في هذا النقل المباشر من الملعب البلدي بالناظور من مدينة القصر الكبير شكرا وكنرحبوا بكم جميعا يعني في صفحة اس ان تي في كنتمناو لكم فرجة ممتعة وايضا خطيرة لفريق الناظور محمد الماحي محمد الماحي محمد الماحي يساري على الجهة اليسرى كيروا كيرفع كرة كتصطدم بالمدافع لا كيدخل المدافع محمد التومي كيرجع كرة كترجع كرة مرتدة لفريق النادي القصري سليم عزيز سليم عزيز مشى بالكرة ديالو اش غيعمل كيدخل ايوب الزاير كيخرج كرة التماس تماس لفريق النادي القصري سليم عزيز سليم عزيز فريق النادي القصري كيحاول يهدئ اللعب وينزل من الايقاع ديال المباراة متابعينا الاعزاء هذا العصر هنا بالناظور والنواحي ابقوا معنا هذا هو الشيء الذي يمكن ان يكون هناك
إذا نعود مجددا ونرحب أيضا بمدافعنا الأعزاء. محاولة لفريق النادي القصري كي يسترجع لاعب أيوب الظاهر كما قلت. كنشكروا يعني الجماهير. خطيرة خطيرة. زكريا 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 شباب زكريا كيمشي بالكرة. زكريا مع أيوب الكلفاوي. التمريرة جميلة من أيوب الكلفاوي. الفكرة جميلة من أيوب الكلفاوي ولكن الكرة تقطعت ما وصلتش للماحي. كما قلت كنرحبوا بالمتابعين اللي كيتابعون هذا الماتش من النادي القصري. وايضا ما نساوش الجاليه الناظوريه المقيمه بالخارج اللي ايضا كتتابع معنا هذا النقل المباشر. كل واحد باسمه وكل واحد من المدينه والدوله الاوروبيه اللي كيتابعنا به. غنرجعوا للمباراه. الياس البرامي الياس البرامي التمريره الجميله في وسط الميدان لايوب الزاير. ايوب الزاير لمحي كثر الكره طويله في اتجاه ايوب رماحي. وصلت الكره ايوب رماحي. اش غيعمل الماحي مع رواجي لوايو رماحي كيرفع كرة قدفة أيوب رماحي. محمد الماحي عفوا حولي الصراحة حولي باغت الحارس بقدفة صاروخية مشات محادية لحاتم جميل. سقوط حد لاعبي فريق النادي القصري. توقف المباراة إصابة أحد لاعبين لاعب محمد الفتيحي لاعب سابق لهلال الرياضي الناظوري ربما تصاب. لا عفوا ماشي فتحي لاعب سابق لهلال الناظوري هذا محمد الفتيحي لاعب رقم 18 للمصاب. اتمنى ان الاصابه ديالو في العشيه الرمضانيه تكون اصابه خفيفه ويستكمل هذا اللقاء. محاوله لفريق نادي القصري. حمزه مجيدي الكره ديالو مشات سهله الراسيه ديالو مشات سهله. هناك تغيير اذا تغيير في صفوف النادي القصري. خروج محمد الفتيحي ودخول حمزه. خطيرة لأن دور زكريا هلال ضاعت وخمشات ركنية. حمزة مستاد هو اللي غيدخل. أول تغيير في المباراة أو ثاني تغيير بعد التغيير الاضطراري أيضا في صفوف هلال الناظور في التسخينات. خروج القرناوي ودخول مراكنة وهذا التغيير الثاني في المباراة. خروج اللاعب محمد الفتيحي المصاب وغيدخل اللاعب حمزه مستاد. حمزه مستاد امامنا على الصوره. دفع به المدرب مصطفى الشرقي لتعويض الفتيحي. هناك ركنيه لهلال الناظور. اذا الجديد ببن طيب وزيو. اتحاد بن طيب متقدم بجوج زيرو على فريق نهضه مارتين. وايضا نهضه زيو متقدمه على النادي الرياضي لافران بواحد زيرو. محاوله لفريق نادي القصري. مراكنه كيغطي على الكره كتخرج. لا كتخرج الكره التماس تماس ليلى الناظور. غيتنفذ بسيطه لاعب هواجي. الهواجي غيلعب كره مع الحسيني. الحسيني مع ايوب الظاهر. ايوب الظاهر يمشي بالكره كيرجع الوسط. ادردور الحسيني مراكنا كيراوغ بكل هدوء. الماحي كيطلب كره في العمق كتمرر الكره في اتجاه الماحي. واش غادي يلحقها الماحي؟ غيلحق الكره الماحي كيمرر زكريا الخطير لفرق الى الناظور داخل معطيك عمليه. زكريا اش غادي يعمل؟ زكريا الى الماحي. او يا الكره ضاعت معليش. زكريا هو جاي كيسترجع الكره. دائما استماتة دفاعيه لفريق النادي القصري. فريق الى الناظور اللي كيلعب على الاظهر الاجنحه. خطيره بسيطه العميد القرفوح عدنان. الكره ديالو كتخرج تماس دائما لصالح حلال. حمزه مستاد وسقوط ايضا لاحد لاعبي فريق النادي القصري. ماذا اصاب لاعبي النادي القصري في هذه المباراه؟
كل 10 دقائق وتصاب لاعب. هل يعني ما عرفناش السبب يعني المجموعه من الاصابات. كنلعبوا طبعا المتابعين الاعزاء حدود 30 دقيقه. دائما التعادل السلبي هنا بالناظور بين فريقي الهلال الرياضي الناظوري والنادي القصري. قمه الجوله 26 من بطوله القسم الثاني، الهلال الرياضي الناظوري ب 55 نقطه في الصداره، وتاريدوف دائما في المطارده نهدت زيو ب 52 نقطه، واتحاد بن طيب في المرتبة الثالثة ب 48 نقطة. صراع ثلاثي بين أندية الريف للتتويج في نهاية المطاف ببطاقة الصعود إلى القسم الوطني الأول هوات، أو القسم الأول هوات. هل هو تغيير؟ لا يا الماحي، نرفزة ماشي وقت النرفزة يا الماحي، لا يا الماحي. ما بغيناش شي حمراء او يعني نشوفوا مباراه غادي تخرج على المنعطف ديالها الرياضي. شكرا للمتابعين، شكرا محمد الطيبي، شكرا فؤاد الترحيب على هذا الدعم المعنوي، وايضا وأسامة العثماني كل تضامن مع جمهور فريق الحسيمي وإلترا ريف بويز إثر تهجم جمهور اتحاد يعقوب المنصور ومحاولة نزع الباش. كنتمنى كل التوفيق لفريق شباب الريف الحسيمة في مباراته القوية أمام الاتحاد يعقوب المنصور بالرباط، والعودة بثلاث نقاط من أجل البقاء في هذا القسم، القسم الوطني القسم الأول. هو كرة هلالية، الهواجي الهواجي غيمر الكره في العمق لزكريا هلال، زكريا هلال شنعمل؟ طايري طايري كيسرق الكره بطريقه هائله، طايري غيمر الماحي الماحي الهواجي الهواجي اش غيعمل غيره؟ كيمشي بالكره ديالو كيتوغل غير متقد العمليات. لا يا الهواجي لا. فريق هلال دور جمال كيصنع المحاولات كيوصل للعمليات، ولكن كنشوفوا غياب اللمسه الاخيره. يا اخي كاين واحد التسرع غير مفهوم، كاين واحد التسرع خوسه في 25 متر الاخيره، كاين واحد التسرع من طرف اللاعبين، كلشي كيبغي هو يقذف، كلشي كيبغي ما كتكملش العمليه، ما كانش داك ليفيكاسيتي امام المرمى، فكاين داك الاندفاع كيخرجوا كره كتوصل الوسط، ولكن حتى الربع الاخير من الملعب باش تكمل العمليه فهناك كاين تسرع وكاين كاين واحد النوع ديال التخربيق. ما باقي ما باقي المهاجمين ديالنا خاصهم يفيقوا اكثر ويخلقوا الهجمات اللي تكون شويه تشكل خطوره. لحد الان واخا كنشوفوا هي محاولات فرديه ماشي خصوصا من الجهه ديال الماحي اللي كيشكل خطوره كبيره على الدفاع ديالنا ديال القصري. باقي خصنا نشوفوا زكريا هلال، باقي نشوفوا مازال كيبان لي مازال راه غايب على هذا اللقاء هذا، وخصهم يتريتوا شويه خصوصا في 25 متر الاخيره امام المرمى، خصهم يتريتوا باش يقدروا يسجلوا، لان الدفاع والنادي القصري كلهم راهم في الوراء وكلهم راجعين للوراء. السي جمال الكل يطالب بملعب يليق بمدينه الناظور اللي كنشوفوا في هذه المباراه، ان الجمهور الناظوري يعني غائب يعني مت حضور لا باس به، ولكن خطيره لفريق النادي القصري بقوا مع المحاوله خطيره بوسيطات عندنا القنفل كيغطي عليه اللاعب الكلفه عفوا اللاعب الهواجي كيرفع كره قنفل بغى يخدع الياس البرامي، ولكن الفيت تفطن على الياس البرامي بسهوله بين احضان ديالو. كما قلت السي جمال باقي عاد ما شفناش الجمهور الحقيقي لمدينه الناظور، بغينا باقي الجمهور خاص يحضر وخاص يساند الانديه الناظوريه الى الناظور، شباب الناظور يتريلي فتح الناظور، مجموعه من الانديه اللي كتبلي الحسن هذا الموسم، ولكن باقي ما شفناش جمهور قوي. حقيقه انه كاين واحد النهضه كرويه في جميع الانواع الرياضيه هنا بالاقليم ديال الناظور، ولكن ما كتواكبهاش واحد انتعاشه بخصوص البنيه التحتيه. قاعه مغطاه وحيده، ملعب بواحد الواجهه ديال المتفرجين فقط ما فيش الواجهه الثانيه، وحنا شفنا في اقل المدن كاع المدن كلهم عندهم بعدا ملاعب، ما بقيناش كنهضروا على مدن صغيره جدا، السكان عدد السكينه ديالها ما كيوصلوش حتى 5000 و7000 نسمه، فعندهم ملاعب وملاعب في المستوى. هنا كاين مشكل كبير ديال البنيه التحتيه في هذا الاقليم هذا، ما كيعكش هذه الانتعاشه اللي كاينه ديال الفرق كلها ما كيعكش، ولكن هذا ماشي مبرر. الجماهير الهلاليه ولا الجماهير ديال فتح الغده كلها مطالبه
باش تجي تشجع الفرق ديالها المحليه باش تحقق نتائج ايجابيه، خصوصا الجمهور ديال الجمهور نادي الامه، نادي الرياضي ناظر لكره القدم، لان النادي مع السي محمد مشعيط كيلعب على الادوار الطلائعيه العام اللي فات صعد، وهذا العام طامح للصعود، وخمسه المقابلات اللي باقيين هي مقابلات كل مقابلات ديال السد، فما كاينش مبرر الجماهير الا تجي تحضر وتشجع تشجع الى اخر دقيقه باش ان شاء الله نساهموا كذلك مجيتنا كجماهير في الصعود ديال الفريق الى القسم الموالي بحول الله. نعم السي جمال، هلال الناظور يعود من الموت، عودة الهلال إلى الواجهة، عودة اسم الهلال يصدح يعني في أرجاء ربوع المملكة المغربية. هلال الناظور قادم بقوة، نتمنى أن يعود إلى مكانته الطبيعية، على الأقل القسم الوطني هو في المرحلة الأولى. عديل السلامي، عانى كثيرا هلال الناظور منذ يعني زمن، يعني منذ 2012 وفرق الهلال الناظوري يعاني، هل هي عودة الهلال الرياضي الناظوري إلى الساحة؟ تيز تمشتني إذا ثومت بن عما فصافق الهلال اللي اقترب به الهلال ما تجيش هذا مشى النس مشى نسقف على الأقل على الأقل دي دوزيام ديفيزيون، زعما ثبت حان الوقت باش الهلال هذا يقعد إن شاء الله باش توارس كوساتي زعما توكنت باش الهلال هذه ماركة إن شاء الله هذه قعدت كوسا وذي ماركا اسم نسبش القاضي ذي الاقسام يجن موالي. صحيح الزميل عديل واسخ، غادي نبقاو مع المحاوله الخطيره لفريق الهلال الناظور الجهه اليمنى، من وراء الكره؟ الكل يعلم من وراء الكره، الكل هنا في المباشر يعلم من وراء الكره، انه اليساري محمد الماحي، محمد الماحي يستعد، محمد الماحي قد فا قد فا، وتدخل المدافع المدافع او المهاجم حمزه مجيدي اللي رجع لمسانده الدفاع، خرج الكره للركنيه، دائما وراء الكره الركنيه اليساري، محمد الماحي كيلعبها بسرعه مع الواجهي، الواجهي كيرجع كره ناقصه بطيئه، كره ناقصه، هجمه مرتده لفريق النادي القصري، هجمه مرتده، هجمه مرتده مراوغه خطيره بواسطه لاعب حمزه، حمزه حمزه كيبدل الاتجاه، محمد رضا محمد رضا محمد رضا او سليم عزيز، سليم عزيز كيراوغ، ضربه خطا، تدخل مراكنه ضربه خطا، شفتوا كيفاش يعني كان خطا، يعني خطا اللاعبين ديال الهلال الناظور، اعطى هجمه مرتده كانت مرتقه ومنظمه سريعه بواسطه لاعبي فريق النادي القصري، واصطادوا بها خطا قريب على بعد 40 متر من مرمى الحارس الياس البراهني. طبعا متابعينا شجعونا في التجربة الجديدة اس ان تي في بالدعم ديالكم طبعا المعنوي من اجل ان شاء الله نوصلوا هذه المسيرة، المسيرة ديالنا في المؤسسة الإعلامية القادمة بقوة سبورت ناظور. دائما التعادل صفر لمثله، خطأ قريب لفريق نعم جمهور لا بأس به حضر هذا اللقاء، ولكن الكل يعني جالس، الهلال يحتاج إلى مشجعين وليس متفرجين في هذا اللقاء، كما كنشوفوا هناك الجانب الايسر خاوي خطيره بواسطه قنفه، خطيره 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 جدا من عميد الفريق عدنان قنفوح، الكره ديالو مشات يعني سنتيمترات قليله فوق مرمى الياس البراهيمي، وهذه اخطر محاوله تحت لفريق النادي القصري. كنلعبوا الدقيقة 40، زكريا هلال المجال ما شفناش في هذه المباراة، هناك ربما غتكون تغييرات، مجموعة من اللاعبين كيستعدوا للدخول، عابسي الجماهير كما قلت، كما على الصورة كما محمد الوردي طبعا على الصورة، الجماهير فدائيون كتسانتي ل 90 دقيقة، والجهة اليسارية خاوية ما جاوش الجمهور اللي كنا كنتوقعوه، واش سحب اللي كنظن ان
الشباب كله هاجر الى اوروبا، ما كانش اللي غيجي الملعب، يعني الكل هاجر. يعني كنتمناو من الناس الناظوريه يعطيو اليد ديالهم الرياضه في الناظور ويدعموا الانديه الناظوريه اللي بلات البلاء الحسن باش يكون عندنا ملعب كبير. هناك احتجاجات الجماهير على اللاعب عدنان قلفوح اللي رمى كره برا الملعب. الهواجي غيتفد التماس في اتجاه لاعب الماحي عدنان قلفوح لاعب ممتاز. عدنان قلفوح لاعب ممتاز بصفه من نادي القصري. هجمه خطيره لفريق نادي القصري. سالم عزيز كيمر كره طويله في اتجاه محمد رضا غيره ومحمد رضا مع ايوب تجاري. لا عفوا سالم عزيز خرجت له الكره تماس الى الناظور. كما قلت الانديه الناظوريه تبني البلاء الحسن اليوم مع العشرة ديال الليل. شباب الريف الناظور لكرة السلة عنده مباراة حاسمة بالبراي اوف امام ادارسة فاس. يعني كنتمنوا جمهور الناظور يحضر هذه المباراة ويشجع فريق الشباب من اجل تحقيق الصعود الى القسم الوطني الاول. صافي داك الناس اللي كتخسر الهضره طبعا ما بغيناهمش، يعني بغينا الروح الرياضيه، يعني ما بغيناش الناس اللي تخسر الهضره، بغينا الروح الرياضيه بين جميع الاطياف بين جميع الفروق. احنا واحد، الكره تجمع ولا تفرق. طبعا الانسان يشجع الفرقه ديالو بكل احترام وبكل روح رياضيه، لن يستفيد احد من خلق هذه الصراعات الجانبيه. نرجعوا للمباراه. الايوب تجاري كيرفع كره طويله، حارس جميل واسمه حاتم جميل، يعني الحارس حاتم جميل يعني دخل من المباراه بكل ثقه وقدم شوط اول جيد جدا، وكان هو السبب الرئيسي اللي خلى فريق الى الناظور ما يوصلش للشبكه. 43 دقيقه، ما بقى والو على نهايه الجوله الاولى، دقيقتين فقط على نهايه الوقت الاصلي. دائما هلال الناظور صفر لمثله، هلال الناظور ما قدرش يوصل للمرمى، ضاعت له ضربه جزاء بسيطه لاعب يوسف الهواجي في الدقيقه العشرة. هناك شوط ثاني ينتظر الهلال الرياضي الناظوري، هناك شوط ثاني ينتظر الاشهبي. لان النادي القصري ما جاش يتسارى، ما جاش للنزهه هنا الى الناظور، جا باش يلعب على اخر الحظوظ ديالو، يلعب الى اخر رمق من اجل البقاء ضمن حظيرات خطيره لفريق الناظور. دردور الكره ديالو ضاعت، مشات اللاعب عبد الله مع عماد قنفوح هرب. تسلل. نعم قرار لاعب حمزه مجيدي رقم 9 كان في وضعيه تسلل، قرار صحيح ديال الحكم رحيم. نحن لا نتحدث ايضا على فرق الريف، جميع الفرق المغربيه. تبقى كره القدم للروح الرياضيه ولخلق العلاقات وليس لخلق الصراعات الجانبيه. نعم المباراه تسير نحو نهايه الجوله الاولى. الى الناظور دائما ما قدرش يفك شفرات دفاع فريق نادي القصري، الفريق خطيره لفريق الناظور. حذاري من لاعب طيري ممتاز، طيري تمريره جميله في اتجاه الهواجي، تدخل الدفاع كيف بعد الكره. قنفوح كيمتاز من المراوغه. قنفوح التمريره ديالو كانت في اتجاه الياس البراهمي. الدقيقه 45، دخلنا في الوقت الاصلي، كنلعبوا 45 دقيقه، ربما 5 ديال الدقائق كوقت بدل ضائع، ربما 5 دقائق كوقت بدل ضائع، لان شفنا المجموعه ديال خطيره للمحي. اي 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 المحي، اي 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 هذا الحارس صراحه رائع، حارس النادي القصري، قدفه قويه للمحي في الزاويه البعيده بارتماء، صراحه جميله من الحارس جميل حاتم جميل، ينقذ الكره ويبعد الكره الى الزاويه، زاويه الى الناظور كتلعب، هدف لا، دخل الحكم
دخل الحكم هدف ابيض الى الناظور بعد على الخطا تدخل على احد المدافعين ديال النادي القصري خطا. يعني شفنا هذه اللحظات الاخيره الى الناظوري وصل المرمى الحارس جميل حاتم، ولكن الاخير كان يعني كان في المستوى. وعليكم السلام اخ عماد. خات دقائق وكما قلت غادي يضيف خمسه ديال الدقائق. شفنا بزاف ديال التوقف في الجوله الاولى. الهواجي 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 شغيعمل الهواجي غيمشي بالكره خطا. الحكم ماذا يقول؟ تمس تمس الهلال الناظور كي تلعب بسرعه. زكريا الهلال زكريا الهلال زكريا الكراو بطريقه جميله. زكريا مازال محافظ على الكره ديالو كراو. زكريا الهلال خطا خطا. لا الحكم ما صفرش خطا ضد اللاعب حمزه مستاذ. تماس للنادي القصري. لعبنا جوج دقائق من الوقت الضائع. بقات ربما غادي يدي في الحكم جوج ربعه او خمس دقائق. ما عرفناش القرار ديال الحكم. غادي نستناو معك السيد الحكم الى غايه نهايه الجوله الاولى. حكم رحيم عن عصبه دار البيضاء الكبرى. قاد المباراة بحزم ويعني مباراة جيدة. جولة أولى جيدة للحكم. اللاعب الهواجي الهواجي نعم كما قلت أثرت عليه يعني ربما ضربة جزاء اللي ضيع. باقي كنتظروا البطل شكون غادي يخرج. في هذا الأثناء الحكم رحيم يعلن على نهاية الجولة الأولى بتفوق او عفوا بالتعادل السربي 0 لمتري. دقيقة 10 عرفت تضيع ضربة جزاء الإيران.
عبيد عبيد مثل عبيد
الله يجزيه بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، رمضان مبارك، عشر أواخر مباركة من رمضان الكريم، نطلب فيها لكم المغفرة إن شاء الله والعفو. بعد لحظات وتنطلق الجولة الثانية، الجولة الثانية للتذكير فقط، الجولة الأولى انتهت بالتعادل 0 لمثله. هلال ناظور ضيع ضربة جزاء بواسطة اللاعب الهواجي. هناك تغيير في صفوف هلال الرياضي الناظوري، دخول اللاعب عابسي مكان من؟ عابسي مكان من؟
مكان من العابسي. أدردور مكان حمزة أدردور العابسي الرأس حربة مهاجم اللي سجل الهدف الأول في الأسبوع الماضي في شباك نهضة مارتيل. لسه طبعا المهاجم العابسي سجل 7 ديال الاهداف رفقة بقميص هلال نادور هذا الموسم. شكرا محمد الوردي على هذا الاخراج الكبير والجميل والرائع الاكثر من رائع. اعطيتي لنا ايضا صورة للجماهير الحاضرة هنا بالملعب البلدي بالنادور. اذا في الاثناء الحكم كيعطي الانطلاقه ديال الجوله الثانيه. كره للنادي القصري بواسطه اللاعب سليم عزيز. سليم عزيز كتضيع منه الكره كترجع كره للكنفاوي. الكنفاوي للوراء الحسيني القائد الحسيني. الحسيني الحسيني الى النادور غادي يدخل في هذه الجوله الثانيه للبحث عن فك شفره الدفاع فريق النادي القصري. فريق اللي استمت بقوة في الدفاع وتوفوق استطاع يوقف كل المحاولات الخطيرة لفريق الناظور خصوصا الحارس حاتم جميل. محاولة خطيرة لفريق الناظور اللي هو جي محاولة يصل من الجهة اليمنى ولكن الكرة ديالو كتضيع كتخرج تماس تماس دائما لفريق الهلال الرياضي الناظوري. كيلعبها له وجه طويلة في اتجاه اللاعب العابسي كرة ركنية لا ضربة مرمى. الحكم المساعد الثاني له رأي آخر. كرة خرجت ضربة مرمى للهلال عفوا للنادي القصري بواسطة الحارس حاتم جابر. المستوى كيتنفذ التماس بواسطة حاتم جميل كينفذ عفوا الروح عفوا ضربة مرمى كترفع كرة طويلة أيوب الكنفاوي. أيوب الكنفاوي اش غيعمل كيضرب الرأسية ديالو مشات بعيدة على اللاعب العابسي. تماس للنادي القصري غادي ينفذوا اللاعب محمد رضا كيتلعب التماس في الاتجاه لاعب سليم عزيز. سليم عزيز محافظ على الكره ديالو كتمر كره طويله في اتجاه صلاح الدين الحسيني كيبعدها لوسط الميدان. الكره خطيره لفريق النادور زكريا المحي 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 غدير المحي ما وصلش الكره حط الرجل ديالو ولكن دخل المدافع وبعد الكره كرة التماس تماس لفريق الهلال الرياضي الناظوري. غينفذ التماس غينفذ التماس أيوب التجاري. تماس دائما تعادل. تماس لفريق الهلال الناظور كيتنفذ أيوب التجاري في اتجاه اللاعب زكريا. إلى زكريا ما تمكنش من الكرة كتخرج دائما الكرة للتماس خرجوها مدافعي فريق النادي القصري كتلعب وسط أيوب التجاري. أيوب التجاري غيرجع للوراء الحسيني. الحسيني غيرفع كرة طويلة في اتجاه الواجهة خطيرة لفريق الناظور. خطيرة خطيرة خطيرة. خطأ خطأ ديال الحارس ما استغلوش اللاعب الماحي. بعد تدخل المدافع محمد التومي اللي بعد الكرة لتماس. تماس الى الناظور أيوب التجاري غادي في التماس. أيوب التجاري التجاري غيلعب تماس. ضربة جزاء ارتطمت باليد ولكن الحكم عنده رأي آخر. ما شافك القرى ان ربما ان اللعيب قريب من اللعيب. مراكنه مراكنه كيرجع لوراء الابراهيمي. الياس الابراهيمي الياس الابراهيمي غيرفع كره طويله في اتجاه اللاعب ايوب. ايوب ايوب التجاري كيراوغ. صلاح الدين الحسيني خطا من وسط الميدان. صلاح الدين الحسيني كينفذ بطريقه جميله في اتجاه اللاعب طاهري ما وصلتوش الكره. دائما الكره هلاليه الكنفاوي كيسترجع بطريقه جميله الهواجي. لا ضاعت الكره مشات للمدافع خرجها للتماس. تماس لهلال الناظور بوسيطه اللاعب الهواجي في الجهه اليمنى. الهواجي الهواجي الكره ديالو للعابسي عابسي عابسي الهواجي لكن تدخل المدافع او المهاجم لاعب حمزه مجيدي اللي رجع للوراء باش يسند الدفاع. خطيره لهلال الناظور ما كيتمكنش منها. واش لعبانو دي باسا كيسمي العامل كره لهلال الناظور حاتم جميل ضربت
كيتيح الكره كيرفعها طويله في اتجاه اللعيبه ايوب الظهير ايوب الظهير ايوب الظهير عنده الكره ايوب الظهير رجع من غير عمامه تايري 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 غير رجع لوسط الميدان ايوب الظهير تايري كره ثنائيه بين لاعب فريق الناظور كنفوي كتلعب الكره في الوسط كاين تلعب الكره في الجهه اليمنى تايري 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 غير وقت تايري كيمرر الكره ديالو ما تمكنش منها تدخل المدافع فازت كره هلاليه خطيره ولكن تدخل الدفاع تدخل اللاعب محمد رضا كيبعد الكره خطيره خطيره للهجمه كيدخل مراكنه مراكنه بكل هدوء كيغير الاتجاه في اتجاه لاعب تجاري 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 ايوب 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 الطاهري ما وصلتوش الكره ضربة خطأ الحكم ما قال ولا شيء خطأ على لاعب الطاهري الحكم ما قال ولا شيء الكرة عند عدنان قرفوه عدنان قرفوه اش غادي يعمل كيمر الكرة طويلة في اتجاه اللاعب محمد سعيد محمد سعيد معاه ايوب تجاري الكنفاوي الكنفاوي بطريقة جميلة للتمريرة ديال الكنفاوي الماحي 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 غادي يدخل معترك غير هو غادي يتوغل الماحي التمريرة ديالو مشات ضربة مرمى لصالح النادي القصري عادل السلامي الفريق الى الناظور في هذه الجوله الثانيه يعني كنشوفوا ان هناك تباطؤ في صناعه الهجمه هناك تباطؤ وتسرع في ان الوقت لان اللاعبين الهلال شي مرات كنشوفوا محاولات سانحه للتسجيل ولكن التسرع بعض اللاعبين وربما التركيز قله التركيز السي بن عمار هو اللي كيخلي بعض اللعابه كيضيعوا هذه الكرات بحال دابا هذه الكره ديال الماحي كانت محاوله مواتيه صراحه في الجهه اليسرى كانوا جوج ديال اللعابه في الكاري 18 كان ممكن يمرر تمريره مبكره ولكن شفنا انه اختار باش يدخل بها وضيعها في اخر الوقت يعني الصراحه لاعبي الهلال خص المدرب محمد الاشهبي يدخل ويكالمي لوجو يعني ماشي يكالميه بالنسبه للضغط يكالميه بالنسبه للتركيز اللاعبين خصهم يركزوا ما امكن وشوفوا كيفاش يمروا الكرات يلعبوا الكرات يعني كما كيقولوا يلعبوا لا سامبليسيتي يعني يلعبوا بالبساطه ديالهم وان شاء الله غادي يجي الهدف ان شاء الله ذلك ما تمنى جميع الجماهير الهلاليه هلال الناظور بارض الوطن وخارج ارض الوطن شكرا جميع متابعين اللي كيتابعونا هذا النقل المباشر على صفحه سبورت ناظور مباشره من الملعب البلدي بالناظور تحيه كبيره ايضا للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي دائما اللي دائما كتساندنا وكتدعمنا وطبعا هذا اللايف اللي نقلاه على قناتكم الجديده اس ان تي في غايت تلعب الركنيه محمد الماحي محاوله خطيره لفريق الرياضي الناظوري العارضه يا صلاح العارضه يا صلاح بين برا لها صلاح بطريقه وارتماء وقدفة لكن مشات وضربات في العارضة وخرجت 5.50 للنادي القصري أخطر محاولة في هذه الجولة الثانية واصل يا صلاح واصل يا الهلال فالهدف قادم لا محالة انطلق يا هلال إلى المرمى أيوب الظهير أيوب الظهير إلى الطاهري طاهري في الوسط مع الظهير زاهر الكنفاوي إلا كيطلب الكرة كيرجع كيبدا الاتجاه في الجهة اليمنى لاعب الهواجي الهواجي كيراوغ الهواجي غيعمل مازال كيراوغ قارب تيشغاو النغريه هناك تباعد بين الخطوط الهواجي تمريره جميله ديال الزاير الهواجي غيرفع الكره الهواجي غيعمل الهواجي كيراوغ الهواجي كيدخل وايوب الكنفاوي كترتطم بالدفاع كترتطم باللاعب محمد تومي كتخرج ركنيه لهلال الناظور يلا يا جمهور بغينا الحماس ديال الجمهور الناظوري الحاضر هنا بالملعب البلدي بالناظور وفي هذا الاثناء تفاعل جماهيري مع هلال الناظور الكل ينتظر الهدف الاول الكل متحمس للهدف الاول هنا بالناظور من اجل عوده الهلال ومواصله الصداره الماحي ينفذ الحارس يتدخل الكنفاوي وتسلل تسلل خطا على الحارس خطأ على الحارس حارس مرمى خطأ على الحارس خطأ الحكم كيطالب من لاعبين النادي القصري يعني يرجعوا الكرة للمكان ديالها قبل التنفيذ خطأ لعبنا تقريبا 53 دقيقة منذ انطلاق المباراة 53 دقيقة دائما تعادل السلبي صفر لمثله كرة للنادي القصري كيدخل المول انيق صلاح الحسيني وكيبعد الكرة الظهير الظهير
الظهير مع الهواجي، الهواجي كرة طويلة اتجاه أيوب المحي، أيوب المحي ما وصلش الكرة، خرجت تماس، تماس لهلال نادورو. خاص الجماهير كما قلت ما تشجع وما تفرش، لأن اللاعبين بحاجة إلى دعم الجماهيري في هذه المباراة من أجل رفع الإيقاع، خصوصا أن الجو مشمس في نهار رمضان، يعني الجمهور هو اللي غيحفز اللاعبين يرفعوا الإيقاع ويوصلوا للمرمى، مرمى النادي القصري، النادي القصري اللي طبعا كيقدم مباراة كبيرة وكبيرة هنا بين ملعب البلدي بين نادور. كما قلت يا أخي علي، يعني خص هدف باش الجماهير تمشي تفطر بسلام. إلياس البراهمي، إلياس البراهمي الماحي، خروج الحارس، خروج الحارس، ما كاينش فعالية هجومية لهلال نادور، يعني الحارس خدا راحته وخدا وقته باش يخرج ويشد الكرة. الكل ينتظر ماذا سيقدم عليه محمد الأشهبي ومحمد وعبد الحق التلحاوي. الأداء كبير كيقدموا دفاع إلى النادور في انتظار الهجوم، في انتظار الهجوم. كرة لنادي القصري، نادي القصري، لاعب محمد سعيد، نعم كنلعبوا 55 دقيقة، الوقت لا يرحم أحد، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك كما قال الشعراء. يلا يا البراهمي، البراهمي اش غيعمل؟ البراهمي غيلعبها مع صلاح الدين، البراهمي غيلعبها مع صلاح الدين الحسيني، صلاح الدين الحسيني مراكنا مراكنا مراكنا، غير اش غيعمل مراكنا؟ مراكنا غير يرفع كره طويله في اتجاه الهواجي بكل صراحه، اداء كبير كيقدموا دفاع فريق الهلال الرياضي نادوري. هواجي، هواجي كيراوغ، هواجي كيمشي بالكره ديالو، طاحت الكره ديالو، يعني اللي كنفتقدوه في هذه الجهه اليمنى كنفتقدوا محمد بوحموم باش يساند الهواجي. غياب محمد بوحموم اثر شيئا ما على الجهه اليمنى لهلال نادور. صحيح ثلاث تذكير فقط في اتحاد بن طيب متقدم 3-0 على نهضة مرتيل بين ملعب البلدي ببن طيب. تحية لجميع جماهير اتحاد بن طيب، الفريق الكبير والعريق، الفريق صراحة اللي كيشرف المنطقة الريف وكيقدم هو بدوره موسم كبير وكبير جدا. ايضا نهضه زيو متقدم 3-0، الحارس متقدم 3-0 على نادي افران. صريح ربما هون خص تغيير في اللاعب فريق الى النادور، يعني كيلعب بنفس الريتم بنفس السيستيم منذ، ماذا يقول الحكم رحيم؟ خطا على اللاعب ايوب الكنفاوي في وسط الميدان، خطا لفريق النادي القصري، خطأ لفريق النادي القصري. 3-0 نهضة زيو، 3-0 اتحاد بن طيب، 0 لمثلي هنا بين ملعب البلدي بين نادور. كتلعب بسيطة تومي، تومي كيدخل المتألق والأنيق والعام والمخضرم صلاح الحسيني، كرة ديال العابسي لأيوب، أيوب طريقة جميلة، جيد جدا هذا اللاعب أيوب الكنفاوي في وسط الميدان. طاهري 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 عبسي، طاهري طاهري غادي يتمكن من عبسي غير يرجع كرة، معليش يا عبسي، المهم ما خرجتش ركنية أو ما خرجت عفوا ضربة مرمى. تماس للنادي القصري، شوف شوفوا لاعبين النادي القصري يعني كيفاش كيمشيو للكرة بكل بطء، يعني كيتباطئوا يعني باش يربحوا دقائق يستافدوا من الوقت. نعم خص المدرب محمد الأشهبي، شوف ايوب الكنفاوي جميل هذا اللاعب، يعني كنستمتع بالكره ديالو، يعني يعني بحال اللي كنتفرج في بوسكيتس لاعب برشلونه. هذا اللاعب ايوب الى القل يعطي خطيره، لا 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 ما مشاتش في الشبكه، كترجع كره هلاليه، كنشوف انا فريق النادي القصري يرجع للوراء، خاص الهلال النادور يستغل هذا الضغط ويتوج بهدف، هدف
صلاح 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 غيمشي بالكره ديالو كيمر من الطايرين. معليش يا صلاح التمريره ديالو كانت فكره زوينه كترجع الكره دائما في صلاح. صلاح صلاح الكلفاوي شوف شوف كيفاش كيلعب الكلفاوي. شوف ايوب الكلفاوي شوف ايوب على الكلفاوي على الصوره. شوف شوف ايوب الكلفاوي ممتع هذا اللاعب ايوب الكلفاوي. اذ قلت انه خطيره لكن التمريره ديال هو التمريره ديال هو جي خاطئه اللي القسل هو جي في هذا اللقاء اللمسه الاخيره. الكلفاوي ممتع مبدع ايوب الكلفاوي في هذه المباراه لاعب وفاق زغنغان. شكرا لميلو الداري على هذه الموهبه التي غادي تقول الكلمه ديالها. طبعا لاعب صغير السن ربما عنده 19 عام ولكن يقدم مباراه كبيره. الهواجي 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 عبيسي عبيسي لمسة يد ويا الحكام ويا الحكام لمسة يد ايوب الكلفاوي كيرجع الكره. شوف ايوب الكلفاوي شوف ايوب الكلفاوي ماذا يفعل كيمر الطايري 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 الهواجي 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 على برا يا الهواجي. معليش الكلفاوي دائما كرة الهلال دائما الكلفاوي على كرة المسترجع الى النظر. لاعب يجيد افتكاك الكرة ايوب الكلفاوي ايوب الكلفاوي الحكم خطأ تدخل من الخلف. يا الماحي يا الماحي الماحي ضاعت الكرة. عادل السلامي شنو خاص الى النظر باش يوصل المرمى. ثبات محمد النعمان مش نزرا يغزي سافوسي الهلال سنيدي كاع الهواجد وينات ديني جن الصغره صراحه على التصيمان تو غادي المحاولات تسمى سريحه لتسجيل غزي سافوسي. نتمنى سي محمد الاشهب هذه انتبه القضيه هي وهذه كسف الهجمات السني صراحه لان الخط ضغط هلالي 100% مش تورا النادي القصري يعقب غدفا توتال مو يعقب غدفا يسرق قواها مش القانشين. نتمنى استغل الفرصه يا الهجومات تمني خديران عندي الاظهره وتيران بوذي وسط البيدان ويعجب شن لعب نير وسط لان لعب نير وسط شويه من الريسك هذه الهجمات مضاده ولكن مرتي راخ الاظهره تستغل الاظهره سورتو جهه تفوش تمشي النخ ممكن اذير يشغل ان شاء الله. صحيح عادل السلامي صحيح نتمنى هذا الشيء اللي يكون تبقى من هذه الجوله الثانيه اللي كنشوفوا فيها وقت ضائع بزاف وسقوط اللاعبين. طبعا شكرا يعني علي غنم علي غنم الوردي احد اعضاء المكتب المسير اللي كيشهد معنا هذا النقل قال لك المدرب خاص يقوم بتغيير يعني دخول هنوه خروج الهواجي. خطيره خطيره الهلال نادور زكريا هلال اصابعت اذا غياب هنو بسبب اربعه الانذارات يعني غي جمهور الوردي مينوت صافي واحد صافي. معليش محمد الوردي يعني بغى يقول الراي ديالو ولكن ملتزم مع الكاميرا داخل منطقه العمليات. لا 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 العابسي خطير هذا لا 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 ضربة جزاء هذا يقول حي لا 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 الحكم يعلن عن خطأ. اي اي الحكم يعلن عن خطأ اللي ضد هلال ناطور. شفنا الكرة لمست احد لاعبي النادي القصري في اليد نعم خطأ ربما كان هناك خطأ قبل اللقطة. الحكم يعلن عن خطأ. الوردي ماذا يحتاج فريق هلال ناطور للتسجيل؟ نعم زميلي محمد بن عمار الهلال يقدم مباراة متوسطة المستوى هجوم من هنا وهناك ولكن الفعالية غير متواجدة لحد اللحظة. يحتاج إلى إضافة ربما على الجهة اليمنى ليكثف من الهجوم. خطيرة خطيرة لفريق نادي القصرية تدخل إلياس البراهمي تسلل إلياس البراهمي. هناك تغيير قادم في صفوف الهلال الناظوري. هناك تغيير قادم في صفوف الهلال الرياضي الناظوري. عبد الصمد افقي يستعد للدخول مكان من؟ مكان زكريا هلال او الماحي واحد منهم. زكريا هلال او الماحي او الهواجي. خطيره زكريا هلال زكريا هلال خطيره زكريا هلال شنو يعمل زكريا هلال زكريا هلال زكريا هلال خطا خطا صحيح او الماحي خطيره للهلال. زوما الوردي بغينا اخراج يكون كبير وجيد الوردي ربما هذا هو الهدف الاول. حسيت ان هناك هدف قديم لهلال الناظور كان لعبوا 63 دقيقه
حسيت هدف جاي، هدف جاي لهلال النصر. نعم ثلاثه الاهداف، هناك تغيير، شكون غادي يخرج؟ خروج ايوب الكنفاوي، تغيير وسط الميدان بي 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 بمهاجم، ربما المدرب بغى ينقص من الوسط باش يزيد الكتف في الهجوم. غيلعب دابا بثلاثه ديال المهاجمين المدرب محمد الاشهابي، يعني ضاف دابا غيلعب بثلاثه، 4-3-3 عبد الصمد وفقير مكان ايوب الكنفاوي. مباراه جيده لايوب الكنفاوي، معليش ايوب غادي تنفذ الركنيه الماحي مسجل الهدف في مارتيل بالخطا. واش غادي يسجل الماحي؟ نحن بحاجه الى هدف جميل في هذه المباراه، يبدل علينا هذا الروتين وهذا الايقاع منذ الجوله الاولى. ننتظر هدف، ننتظر محمد الماحي، ماذا سيقدم عليه محمد الماحي؟ الكل يركز على هذا الخطا، الكل ينتظر والجماهير تتفاعل، الجماهير تتفاعل مع هذا الخطا. محمد الماحي واش غادي يلعبها ديريكت للشبكه؟ واش غادي يمرها؟ هذا ما سيقوله محمد الماحي بعد دقائق. محمد الماحي بعيده، مع الاسف بعيده لمحمد الماحي، مشات ضربه مرمى 5 متر و50. نعم معليش، ربما اخراج ايوب، شفنا ان لا 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 شفنا ايوب خرج لان المدرب بغى يلعب 3-4-3-3 بغدل التكتيك، لان التكتيك 5-5-3-2 ما عطاش الاكل ديالو امام النادي القصري. تغيير في التكتيك، في الرسم التكتيكي لهذه المباراه من محمد الاشهابي. نعم ايوب قدم مباراه كبيره، وهذا لا ينقص من المباراه اللي قدمها ايوب الكنفاوي. الاهم ان ما تنساوش ان ايوب الكنفاوي باقي لاعب صغير، باقي في 19 عام، يعني مستقبل الكره الناظوريه. وغادي من شي احمد عارف بالتحيه محمد العبوسي، خطيره لهلال الناظور. عبد الصمد وفقير مازال كيراوغ، عبد الصمد كيمر بطريقه جميله، يلا يا عبد الصمد، يلا عبد الصمد، الوقت في المره الاولى، في المره الثانيه كتمرر لا في يد الحارس علوش. تحيه لمحمد العبوسي مصور ناظور سيتي طبعا، اللي دائما كيفيدنا بالصور يعني الرياضيه والاحداث اللي كتعرفها الساحه الناظوريه. تحيه متبادله، نرجعوا للمباراه. دائما صفر لمثله، لعبنا 66 دقيقة، بقات الوقت، ولكن ما نتيقوش في الوقت. يلا يا جمهور الناظور، بغينا نشوفوا جمهور الناظور، يطالبون في الفيسبوك بملعب كبير، يطالبون بملعب جيد، ولكن في هذا الملعب ما شفناش الجمهور الناظوري. يعني باش نجيبوا هذه المكتسبات خاصنا نجيو للملعب، خاصنا نشجعوا الفرق ديالنا باش تطلع. خطيره لمحمد الماحي، قد فاو، لا 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 محمد الماحي بقوة من خارج الميل، من خارج معه، تفاعل مع محمد الماحي، تفاعل مع محمد الماحي، قدفة محمد الماحي، قصه غير الحظ فقط. خطيره لهلال الناظور، هدف، لا 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 لا، زكريا هلال المحاديه المرمى، الحظ يعاكس هلال الناظور. الكرة الماحي مشت في العارضه، وكرة زكريا هلال مشت محاديه. خص تركيز امر المرمى، اي تركيز، والكره ضربت في العارضه. اللاعبين ديال النادي القصري كيخرجوا الكره، هناك احد اللاعبين سقط على الارض. كتلعب الكره هلاليه، عبد الصمد وفقير كيرجع للوراء، امراكنا ما تلعبش للوراء، حان وقت الكره الاماميه. لواجي غير في كره عرضيه، لا عرضيه مشات للركنيه. كرة هلالية، الظهير، خطيرة بعيدة. عادل السلامي مجموعة من الفرص العارضة، الكرة كتمشي محادية. شنو واش الحظ اليوم ضد هلال الناظور عادل السلامي؟ يعني الحظ ضد هلال الناظور أحسن عنوان سي بن عمر. شفنا يعني قفة قوية ديال اللاعب الماحي، يعني قفة رائعة،
موراها شفنا هذيك المحاولة الجميلة من الجهة اليمنى. يعني صراحة الحظ لم يعاند الهلال لحد اليوم. نتمنى أن اللاعبين يزيدوا في الضغط ديالهم ويزيدوا في الهجمات ديالهم ويزيدوا في التركيز ديالهم بطبيعة الحال، لأن التركيز هو سيد الموقف. خطيرة عديل خمر، خطيرة عديل خطيرة. لا لا لا، عبد الصمد وفقير، عبد الصمد وكيروق كيروق في لاتي. لا 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 لا، الحكم رحيم يا الحكم رحيم. جوج د اللاعبين مع لاعب الحكم رحيم، كمرة عديل وحرق باش فريق ضربت من عمان. نيشان دي سبيناتي دي ثانيتا، يعني يلعب يروح دير وسط الترين يلعب ويوضا، ما يمكنش يوضا دينا من نواها. كل الحكم تغيوذ يتوارى ما مش نغري. اذا الهجمات قوية ذي لحظتها فريق هلال النضور. نتمنى يلعب الهلال السغينة مواتي حرجة سورتو دي تسقان دي بارتي ديال رمضان. خطيره خطيره، المحي 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 كيتقدم الكره، المحي قدفا، القدفه ديال المحي مشات محاديه. المحي صراحه دي زمينو تاع الكره تفاعل جماهير عادل، يعني اتسقاق حسن، اتسقاق حسن الجمهور، المتابعين استحسن الجمهور، تشجيعات تمقراني لهبط بالنعمه. نعم كما تعيدون على الصوره. كمل كمل مش نخ اللاعب الماحي 82 يقطص صراحه، يرا مليح يقطص المحاولات الشوارتي وها، يعني عادي قبالهم. نتمنى هذه سيغي اللاعب الماحي ربما ان شاء الله غادي يوافق الحظ باش هذه ماركه شغل ان شاء الله. عادل كمر عادل كمر وحراغه عادل نهارا وحارة عادل. خطيره لفريق النادور، نواجه لكن كيدخل مدافع كنشكر التماس خرجات، ولكن اصطدمت باللاعب النادور خرجات للنادر. ما مشيتش نخ هذا هبط بالنعمه، جيت ثافو سشت تفوز الهلال زاسيت كل خطوره مش زريض تمشت لي ديس شط صغرى. هلاليين ربما يلعب الهلال في تنون كون كارويا بانه الجهه اليمنى زاسيت غير كنت تص دوار تيران غتصخو مشان هنا ماري ستود بدع عزيزي دكم شان زكريا هلالي تيرا راس حربه ما شتوري التغييره ما ربما ديش الاضافه نشقيك التغييره هما بنعمه. زكريا هلالي كسك تازي الفرصه نس لي بارتي دويا سورتو دي الشوط الاول صراحه ويقدم بالمستوى اللي غنتمنى. نتمنى ديك التغيير المدرب. خطيره واش كيرو كان في عرضيه يا عبد الصمد. لا قربيته من عبد الصمد يفرش، ولكن واتي القيف شاف روح مازال بالون الى النادور، بالون غاز كاريا الى الخطا. حكم يا الحكم يا رحيم، خطا بعد رفع الرجل على اللاعب زكريا هلال. كره قصريه كمره عادل مش شني خاتوما بالنعمه. نتمنى ديك التغيير مش شني المدرب ذي قلب الهجوم، لان الهلال تحوج الزياده العدديه غازل فهمت، ونتمنى ان شاء الله العبيد غايد فينا ذيك الاضافه. نعم زميل عادل غنرجعوا للتعليق على المباراه. دائما ضغط هلالي مباراه كبيره لفريق هلال النادور، فريق هلال النادور اتمتعنا في هذه المباراه، شفنا مباراه جميله، شفنا المتعه، شفنا الجديه، شفنا النديه، ما يتبقى هو الهدف. خطيره 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 بعيده، يا مشات بعيده لهلال النادور. قدم فريق هلال النادور كل شيء ولكن بقى الهدف. صراحه مباراة كبيرة لهلال النادور. هناك تغيير في صفوف هلال النادور، خروج عزيزي كما توقعنا جميعا هنا في الكواليس، كما توقعنا خروج زكريا هلال ودخول عزيزي المهاجم رأس حربة. طاهري كيسترجع الكرة، طاهري عزيزي في أول لمسة ضاعت من عزيزي. لا 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 فقدنا الخروج ديال الكنفاوي، أثر شوية على وسط الميدان، ما بقيناش كنرجعوا الكرة بغياب بحال كما كان، وما نعرفش الإدريسي واش يدخل، بغينا نشوفوا الإدريسي أيضا. بغينا الإدريسي في هذه الجولة الثانية، هناك تسخينات لمحمد الإدريسي، من سيدخل؟ شيباني إدريسي وعلى عثمان السويدي، من سيكون البديل الآخر؟ هل هو الإدريسي أم الشيباني؟ ربما الإدريسي مكان الهواجي. كرة هلالية على الهواجي غير فا خطيرة غالة، خطيرة لا الماحي اش غيعمل الماحي كيراو كيمر كرة في رجل الهواجي، كيدخل المدافع وكيخرج الركنية. يعني كاين ثغرة في الجهة اليوم، ولكن الحكم هي ماشي ركنية، حكم أعلن على ضربة مرمى للنادي القصري. دائما تعادل صفر لمثله، الدقيقة 73
بقات تقريبا 17 دقيقة على نهاية المباراة. شفنا وقت ضائع بزاف، شفنا توقيت، شفنا لاعبي نادي القصري كانت هناك توقفات في المباراة، هناك وقت غادي يكون وقت ضائع. ولكن الى النظر خاص يواصل الرفع على الايقاع، خاص يواصل رفع ايقاع. مباراة جميلة، مباراة ممتعة، شفنا الى النظر في هذه المباراة فريق الى النظر فريق غادي فريق ممتاز جدا، احسن الفرق اللي شفتها في هذا القسم الوطني الثاني هوات. ولكن فريق الى النظر خاص يسجل، خاص يسجل باش تكمل الفرحه ديال جمهور الهلال الرياضي الناظوري. خطيره للنادي القصري. لا يا 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 سليم عزيز او محمد سعيد، كره مشات لا 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 المحاديه. نعم خمشان بوحموم يجاي مشان بوحموم ماشي هذه الماحي، الماحي هذه الحصو بالونه ديالها، بالونه عبد الصمد، عبد الصمد من غير عبد الصمد ديال عبد الصمد بالون صدق ديال المدافع في الكورني، كورني الهلال الرياضي الناظوري، ربما كورني يدغول، ربما كورني يدغول، يمكن كورني يدغول الهلال. مرت رجا غول ذا الملعب البلدي بالناظور ضمر، وكين غير فان اللايبا الكل ينتظر الهدف، ربما الهدف يتبنى يدغول الماحي. لا تقوضة الماحي الى ريت في الدوزيام بوتو، بالون سبعة بنت المدافعين فريق الى النظر. ايوب الظهير، ايوب الظهير غير لكن لا 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 عبد الصمد وفقير، عبد الصمد وفقير كيمتاز بالمرة، عبد الصمد من غي عبد الصمد هذيك التمريرة الناس تنقصش عبد الصمد، تنقصش عبد الصمد غير المدافع محمد رضا. حكم يعلن عن خطأ لصالح النادي القصري، توقف المباراة للمرة الألف، توقف المباراة للمرة الألف. من يتحدث عن تاريخ الهلال فهو لا يعرف الكرة القدم المغربية. هلال الناظور هلال الثمانينات، هلال التسعينات، هلال الناظور سيعود، أنا متأكد من أن البطل لا يموت، والدقائق المباراة هي من ستكشف عن ذلك. أيوب خطيرة، خطيرة، الحارس خرج، ضربة خطأ، خطأ، خطأ قريب، خطأ قريب لهلال الناظور، تدخل على اللاعب حمراء، الحمراء والحمراء بعد تدخل قوي، تدخل قوي على اللاعب، ربما اللاعب عزيزي او عابسي، شكون اللاعب اللي خدا الحمراء بعد تلقيه الانذار الثاني على التوالي؟ شكون تلقى هذا، شكون خدا الحمراء؟ بقاو معنا، هذه هي الكره ديال الهدف، هذه هي الكره ديال الهدف، هذه هي الكره ديال الهدف. وبغيت المتابعين يتفاعلوا معنا، بغيت يكتبوا بين لانها كره الهدف. دعوه الجماهير للتشجيعات ديالكم المعنويه، هذه كره الهدف، كره الهدف، النتيجه دائما صفر لمثله. شكون اللاعب اللي خرج بالحمراء؟ مازال ما شفناه. اللاعب رقم اربعه، اللاعب رقم اربعه مدافع علوش ابراهيم، علوش ابراهيم اللي كان سد منيع في المباراه، خروج ابرز مدافع، ابرز لاعب في دفاع النادي القصري. اذا اللاعب ابراهيم علوش كيخرج على الصوره، ابراهيم علوش كيخرج بسبب تلقي الانذار الثاني والورقه الحمراء. تعليمات للحارس، شوف الحارس الياس البراهمي الوردي، شوف الحارس الياس البراهمي طلع باش يعطي التعليمات. الصلاة والسلام على رسول الله، ربما هذا هو الهدف الأول، ربما أنا حسيت أن الهدف قادم. هناك صمت بين ملعب البلدي، صمت وراءه العاصفة، من سيقذف؟ العابسي. جول 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 الذي تتبعه الحرفة، جول 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 هدف، هدف للاعب ايوب الظهير، ايوب الظهير، ايوب الظهير، هدف الاول، هدف التقدم، رائع يا الظهير، هدف جميل، هدف جميل للهلال عن خطأ قريب.
هدف جميل لهلال الناظور، هدف رائع من أيوب الصهير. خلوني نهضر، خلوني نعلق، ما نقدرش لا 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 لروعة المشهد وللصفة التي كما قلت صمت، صمت الذي تتبع العاصلة العاصفة. هلال جميل، هلال كبير، هلال الروح، هلال القلب. والهدف الأول في الدقيقة 78 من الجولة الثانية، التقدم بالناظور. هلالا كن شي هلالي، جماهير الجماهير هنا تتفاعل في الملعب البلدي بالناظور. كن شي هلالي، هلال البطل. قلت لكم، قلت لكم أن البطل لا يموت. عودة البطل، من كتب سيناريو هذه القصة؟ حبكة، حبكة والأروع لسيناريو هذا، هذه القصة. عودة الهلال، نعم إنها عودة بطل، عودة الملك، عودة هلال الناظور إلى الساحة الكروية بالمغرب بعد معاناة لمدتنا، بعد معاناة لعشرة سنوات. الهلال سيعود، الهلال سيعود، هلال الثمانينات. جاي الخينتو، جاي الخينتو، جاي البن خدة، الروبيو، بن نور، البكاي، بولحفة، أكشار والمليحي، ومجموعة من الأسماء الكبيرة. جاي للتسعينات، جاي للتسعينات، بغداد، بونافوس، تانوتي، والترام، ومجموعة من الأسماء. جاي للألفينيات، جاي للألفينيات، فؤاد الترحيب، زهير الحمداوي، الأكرم، الرامي، بوعرورو، تغريستي، نجيب بجامة، إلى جاي للأخير، جاي الأبسيف، جاي للطرحاوي، جاي الميمون أحمدوش، جاي لصلاح الدين الحسيني، وها هو جاي لصلاح الدين الحسيني الآخر، جاي لصلاح الدين الحسيني، جاي لياسر برامي. يبدع. عودة البطل من الموت، عودة البطل من الموت بعد معاناة. إنه الهلال الرياضي الناظوري، عادل السلامي، وأخيرا الهلال وصل وفك شفرة الدفاع بواسطة الداي أيوب الظهير بخطأ ذكي جدا. ثوبات بن عماق بريغا السوق بارتي دوج، الأجواء رائعة، رائعة جدا، زيت الجمهور الهلال النظر يعني المدرجات بس مش كنت ثوبات واحد اللي لقي السوق تصوات التص جمهور فحلتص يعني، وأخيرا أخيرا يزدغولني يتوت رجل الجماهير تقيش الوقت مناسب جدا تقيب 10 مينوت باش تكمل بارتي ذو، والنادي القصري تيراس ولعب نقصي والهلال ماركا يعني اجواء مناسبه ومناسبه باش تفوق بارتي ذو نهارا. الهلال اللي فوق السر هانت القيدين يعني يلعب الهلال مش تنيد هوبه الورديه هذيك السنه مغاب سل عاصير ياك يعني صراحه الهلال في الشوط الثاني الهلال نغري هوبه واحد بن عمه يعني الهلال اللي نزر الشوط الاول فيج الهلال، الهلال اللي نزر الشوط الثاني فيج الهلال يعني قراءه جيده جدا للمدرب محمد الاشهبي بارتي ذو يبدل الفريق الشوط الثاني نزل الفريق هجومي يجي الفريق يضغط يجي الفريق يطير اخذ الاطراف يطير هذه الوس يعني ذول الهلال يوزوا الجماهير الهلاليه ذول الهلال يوزوا الجماهير الناظوريه يعني يجي البارتي دو ديال المستوى نهارا. نتمنى الهلال هذه كبر بارتي دو سي غول النغري اخذوا بن عمه محمد شو قال محمد المحي يسناه تجي غول النغري يسناه يعني كاين المحاولات خطيره خطيره جدا تو غاس بالشوارتي دي ماركا ولكن نتمنى ان شاء الله دي سغول. لان نعم محمد المحي واش تريد عاد الاستاد جالي غول غولي كاع ايوب الصهير سجن الطريق الى عاد في ذاك نزرت غادي نجل الحوار نيغوم العاصفه نيغوم السكوتان غادي يدفع العاصفه شم غار ريحته غول المحي غادي يفوق تفيقات على المحي محمد خروج محمد المحي الجوليادور الرصاص الجناح الايسر لهلال الناظور خروج المتالق محمد المحي وتغييره مدافع بمهاجم دخول عثمان السويدي تسقاق شوي تحرق المحي المسني برا 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 خروج المحي دخول عثمان السويدي نعم كما قلت الزميل عادل السلامي محمد الاشهبي بعد ما غير الرسم التكتيكي للمباراه ونقل المباراه من 3 5 2 4 3 3 شفنا ان هلال الناظوري قادر يوصل وقادر يسجل هذه المباراه اذا كان الصوت الاول للاعبين فالشوط الثاني للمدربين واتحاد بن تيم ايضا متقدم ب 4-0 على نهضة مارت.
إذا نعم العيد عيد الهلال الناظوري لكرة القدم. وتتمشى شباب الناظور ركن أداري الساعة 10 وتتمشى إثري الريف الناظوري أيضا 12 هاك وتزم مباشرة القناة نوم اس ان تي في. خطيرة 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 عزيزي 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 بمفرده عزيزي عزيزي راهو غسل لا 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 عزيزي دخول عزيزي وعبد الصمد عزيزي عزيزي ولي 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 وتفاعل جماهير هنا مع الفريق هلال الناظور. هلال الناظور صاحب الرتبة الأولى متصدر الترتيب العام فوز في هذه المباراة إلى 58 نقطة في المركز الأول. الهلال قادم الهلال سيعود الهلال هو البطل البطل لا يموت بعد معاناة ومعاناة في قسم العصبة عودة البطل إلى الحياة. كاتب السيناريو كاتب السيناريو بدأ القصة بهلال قوي في الثمانينات ولكن عذب المشاهد بهلال ضعيف في قسم العصبة ليتوج البطل دائما كما قلت. فالقصة يعني تابع القصة إلى الأخير فالبطل لا يموت. هذه هي قصة الهلال الرياضي الناظوري. أنا متأكد أن أمجاد الهلال ستعود وأن الهلال سيعود. الهلال قادم لا محالة. الانتصار هذا والانتصار بميسور سيفتح الأبواب على مصراعيها. الهلال الناظور خرجت الكرة ضربة مرمى مباراة صعبة مباراة صعبة مباراة صعبة هنا أمام النادي القصري المنقوص من لاعب بعد طرد اللاعب إبراهيم علوش من الخطأ اللي جاء منه الهدف. حكم صارح عبد الهلال في هذه المباراة رحيم لكن عادي جدا عادي جدا واردة في كرة القدم الأخطاء التحكيمية من الحكم رحيم عن عصبة الدار البيضاء الكبرى. المدرب مصطفى يعني الشرقي كيحاول وجه اللاعبين ديالو من اجل العوده من المباراه. ايوه خطا ربما حمراء اخرى قويه في التدخل قوي تدخل قوي على اللاعب الطاهري حكم كي حمراء اخرى حمراء اخرى صحيحه من الحكم تدخل عنيف وقوي في حق اللاعب الطاهري الورقه الحمراء لتانيا عديل. واش النادي القصري فقد التركيز خويا بن عمار ثوبة بن عمار النادي القصري قام يدير في سيغو دو تيمبو يفوز بارتيدو يلعب له طان ضيع على الوقت وتجيب البالون اللي نتمنى نزار ثانيتها صراحة ونهني واركز البخو بانور كسر الخشب المغربي النتيجة قد وارد هنا تزكوغين لفريق النادي القصري هذا ما انا غايني خويا بن عمر لانه غني تركز البخو بانور قبل نزرة كيبو المنتخب الليمان اللي كاس العالم يعدون واركز البخو بانور قصدي يفوز غير يركز الخشب المغربي يفوز في الدور الاول يديش كيبو قدام مزيان. احتجاجات اللاعب النادي القصري خت واخت ما مشت وارد الاحتجاجات. الاحتجاجات قبل صفر احتجنا خويا بن عمر ولكن عادي لقيتي شتي ستاتي المدرجة خويا بن عمر نيغاش يلعب النادي القصري ودوسي البودي راه بالون الشوط الاول تغيران الشوط تشاب ما صار عدل ولكن غوانس بداو الطان ديال هماك الشاثن عرنن فهم هذا الدقني لا علاقه يقوبال واش نتمنى اتيري الروح الرياضيه تيري كره القدم داخل الميدان تمي سيده الموقف ما تجيبش الحاج واقصد خذوا غير لاعبين ممتنع واقصد بودي فغيد ديا عروق واقصد بكل روح رياضيه. شكرا للجمهور الناظوري شكرا للجمهور الى الناظور يعني بكل روح رياضيه صفقوا على اللاعب المطرود عميد الفريق عدنان قنفوح رقم 10 اللي تطرد بعد التدخل القوي في رجل اللاعب الطاهري ورقه صفراء ثانيه مستحقه صراحه يا عدنان بكل حياديه وامانه للتاريخ سمعت الحس ديال الضربه من المدرجه. يلا المتابعين الاعزاء سايح ماي شويت سايح ماي شويت كل متابع كاين غير تفرج اللايفه تريحوني ريحوني شويه كل متابع كيتابع معنا هذا اللايف يقول لنا منين كيتابع هذا اللايف باش نريح ونقول السميه ديالو ومنين باش نريح شويه راه المجهود صعيب والله الا في رمضان يعني ريحوني شويه كل واحد يقول لنا منين كيتابعنا هذه المباراه. اذا الكره في الدفاع الى لاعبي الهلال. الهلال يحاول
تضيع الوقت. بقي من الوقت دقيقة واحدة من الوقت الرسمي للمباراة. عرس كروي هنا في الملعب البلدي بالناظور. هجوم صلاح عزيزي يقذف لكن الكرة تخرج خارج الميدان خارج إطار المرمى. تعود ضربة مرمى إلى فريق النادي القصري. أجواء جماهيرية رائعة هنا في الملعب البلدي بالناظور رغم صعوبة المباراة رغم عنادة عناد الفريق القصري الذي يلعب من أجل البقاء. إذن ضربة ماس لفائدة الهلال أو النادي القصري. تعليمات متكررة من المدرب محمد الأشهبي ثم حقد الطلحاوي وبن عيسى الصنبا. شكرا محمد الوردي على المجهودات في الإخراج وأيضا كيساعدني في التعليق هنا. لذلك دابا بالنسبة للولكايد من مدينة بلجيكا إلياس من فرنسا وبن يحيى من ماينز ألمانيا وليد من برشلونة أرون من الناظور عادل من إسبانيا لطيف البغدادي من ستراسبورغ مشكورين عود محمد من بلجيك من برشلونة بوزكو سليمان أوتريخت هولندا جمال من برشلونة هشام أيضا بنطيب عبد العزيز تحية للناس ديال بنطيب من هولندا أحمد حج دريس من تولوز من برشلونة سليمان من تولوز العربي العيادي من بلينصار أبو أويس أبو أويس من إمزورن محمد تحية للناس ديال إمزورن خطيرة لهلال الناظور الهواجي 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 لا كيمكنش الكرة الهواجي تحية لسمير من فرنسا سهيل من مدينة مليلية الهواري صبير من أزغنغان من فرنسا بيست باستيا خالد من مليلية بكرة بن عيسى بيجو رئيس جمعية التومات لمحبي هلال الناظور سعيد ناظور تارغونة خطيرة لهلال الناظور لا ضاعت الايوب طرغونا سعيد ناظور محمد اسماعيل العراسي محمد المانيا ايغونا في نور الدين بلجيكا محمد عبد الكريم تراوسي من ولاد ميمون سلوان محمد تحيه لنا سلوان سفيان العساوي الالتراس الفدائي القادم مؤسس الفدائيون من المانيا عماد نعم تحية عماد من عبار رقن ديال ألمانيا فؤاد ترحيب عبار رقن ليمان ياك تحية لفؤاد ترحيب بيت الرياضة شكرا للدعم الدائم زين نضر عماد من القصر الكبير مصطفى تحية للناس ديال القصر الكبير واحد واحد صبير من زغنغان حاور خفي وحرق التصيد الخارج مرق دانيتا هاني تخسر ذي بار رقن من بلجيكا من التويربن من كازا تيك توك من كازا تحية يسحب كازا مرة ناظور الميرية وليد كعواش من باسوم وكريم خطيرة لهلال ناظور عزيزي كيخرج الحارس كيخرج الحارس مريت جواد توهاميز كفوربو يوسف توهاميز كفوربو كامل باريس محمد الحمدي ويزي سرواني حداد النصر الدين ومحمد سعيد زيتارا غونا حاول خفا سعيد بكرة كرة ميلوتري إلياس اليماني كبار رقم من تحية من مراكش جواد القندوسي لطفي زي بلجيك تحية زي الاتحاد الأورو نعم رفيا الريفة تحاث تار والنظا سفراء الناظور في جميع بقاع العالم محمد المقدم زي قمزوان محمد المقدم زي قمزوان هولندا الحياوي دقيقة 93 صفية أريتيو ذي التعليق وقان غاندور التعالي أريتيو محموم 93 دقيقة لحظات وينتهي اللقاء كنو يحفظ ربي لحظات وينتهي اللقاء لحظات وينتهي اللقاء لعبنا 93 دقيقة هلال الناظور دائما متقدم بهدف لصفر هدف أيوب الظهير عن طريق ضربة خطأ في انتظار سفارة الحكام في انتظار سفارة الحكام كانت كل ينتظر هنا للصفارة الكل ينتظرون الصفارة تحية لمحمد زريوح مدير سبورت ناظور ومدير النشر تحية لفؤاد الملكي تحية لمحمد البشيري على الإدارة التقنية تحية لكل أعضاء سبورت ناظور تحية أيضا لمحمد الترحيب
محمد الترحيب اللي كي وفاد النهائي وفاد الاثناء نهائي المغرب بفوز فريق الهلال الرياضي الناظوري بهدف 2-0. شكرا لكل ما تابع معنا هذا اللقاء. الى اللقاء موعدنا مع الساعه 10 مساء على اس ان تي في قناتكم الجديده مباشره من القاعه المخطط مباراه شباب النيف الناظوري الاداء رساد فاس. إذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من الملعب البلدي بالناظور. نلقاكم على الساعة 10 ليلا بعد صلاة التراويح في النقل المباشر لمباراة الحاسمة لفريق شباب الريف الناظوري لكرة السلة، مباراة الصعود إن شاء الله أمام فريق الأدارسة فاس، مباراة الذهاب بعد مباشرة مباراة إثري الريف النسوي على الساعة 12 ليلا من القاعة المغطاة للرياضات بالناظور. إلى لقاء آخر.